السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا مرة أخرى وياكم. إذا ننتقل لبناء الستراكتشر الهيكلية الموقع. طبعا أنا بستخدم إكليبس وهذا الشيء إحنا تعرفنا عليه من زمان. نفس الوقت أنا بخزنها في الـ HTDocs. هذا المسار أنتم تعرفونه اللي موجود في OPT Lamp HTDocs، وكذلك لجماعة الويندوز أيضا وضحناها لما كنا ندرس الـ PHP الأساسيات. إحنا ممكن تصنع لك أنت فولدر، وكذلك ممكن بالإيكليبس. بالإيكليبس إحنا هنصنع فولدر، فليكن هذا بروجكت عادي، فليكن اسمه مثلا ويب سايت. أوكي، ويب سايت أي شيء أنت تحب تضعها. طبعا إحنا اختارينا غلط، رايت كليك نيو أذر ونختار شيء جنرال، فليكن بروجكت. أوكي، ونختار نيكست، هنا نجي نعمل له بيست، نضغط فينيش، فولدر فارغ. نلاحظ المفروض انه يكون موجود هنا، لاحظ في عندنا فولدر اسمه ويب سايت. هاي تم عملها عن طريق من؟ تم عملها عن طريق ال PHP. طيب ممكن انه انت تشتغل من هذا المكان، وممكن ايضا تشتغل من هذا المكان في الايكليبس، انه انت تعمل رايت كليك وتعمل امبورت لل project، ما عندك مشكلة. طيب في هذا الموقع ايش نحتاج؟ نحتاج ايضا انه نجي نعملنا ايضا مجموعة فولدرات، لكن انا هختصرها انه اجعلها في هذا المكان يكون افضل. طيب هنعمل فولدر الاول، نسمي هذا الفولدر الاول مثلا includes، اللي حيحتوي على ملفات الموقع الخاصة اللي مفروض ما يعرض للناس. يعني هذا حتكون فيها ملفات مهمة جدا للموقع، ما حتكون موجودة غير مرئية للناس للعامة. طيب هذا أول شيء. بعد ايش نحتاج؟ نحتاج فولدر آخر نعمل. هذا الفولدر حنسميه مثلا بي الببليك، اللي حيكون فيها الموقع واللي الناس عن طريقها تدخل على موقعنا. طيب نحتاج انه نعمل مثلا شو نعمل بعد؟ نحتاج نعمل ايضا نحملها بداخل البوبليك، خليها يكون داخل البوبليك. بداخل البوبليك حنعمل فولدر نسميها بالاستاتيك او الاسس اسست. استاتيك او الاسست شو راح تتضمن؟ راح تتضمن مجموعة ملفات، حتتضمن الجافا سكريبت، حتتضمن الصور اللي بالموقع، حتتضمن الـ CSS، هذه الأشياء اللي غير قابلة للتغيير أو اللي تغييرها يكون مش دائما. أوكي، اللي احنا بنسميها بالستاتيك. ستاتيك يعني فشي ثابت، أو ممكن تلاحظ assist يعني الملفات المساعدة يسموها بعض المواقع، اللي حتحتوي على الـ CSS وهذه الأمور بلا 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 بلا. طيب هذا أول شيء. خلونا نحمل أيضا، لاحظ قبل أن ندخل الموقع في شيء أنا يمكن أنا أصلا ذكرت لكم أنه أنت ممكن تعمل مخطط. عمل المخطط ممكن تعملها بالقلم وورقة. أضف إلى ذلك الجماعة الويندوز ممكن يستخدموا الفيزيو. فيزيو برنامج مقدم من مايكروسوفت، برنامج جميل جدا. طبعا ممكن أنه أنت تعمل شارتات. لاحظ هنا أنا في عندنا مجموعة صور بس ما أعرف مفروض انه يطلع مجموعة صور. anyway هذا يعمل لك شارتات، يعني ممكن انه انت تعمل خوارزمية موقعك عن طريق الفيزيو. مش تصميم الموقع، ليس تصميم موقع، لا، هذا اللي احنا ذكرناها في البداية، قلنا تجيب قلم ورقة وترسم فيها موقعك. اوكي، تجيب قلم ورقة وترسم فيها موقعك، فهذا يفيدك في بناء خوارزمية، يعني انه من ايش تكون والصفحات وترسم فيها عادي جدا. الفيزو بيدعم هذه الاشياء. وفي ايضا برنامج اخر منافس جدا للفيزو اللي هو ايدرو. هذا ايضا منافس للفيزو. لاحظ يعمل لك خوارزميات، تلاحظ الاشكال، بيعمل لك خوارزميات، يعني ممكن انه انت تعمل خوارزمية لموقعك. طبعا الايدرو بيشتغل على اكثر من منصة، بيشتغل على الماك وبيشتغل على الويندوز. لاحظ هذه التمبلتات اللي ممكن تصنعها انت فيها. اوكي، ليست صفحة انترنت وانما هي فقط خوارزمية. اضف الى ذلك الايدرو بيدعم كل المنصات، اتصور بيدعم الويندوز وبيدعم الماك، واتصور اللينكس ايضا بيدعمها. في عندك برنامج اخر اللي اسمه DIA Diagram Editor، اللي هو ايضا بيصنع الخوارزميات. هذا المجاني طبعا، هذا بفلوس الفيزيو من مايكروسوفت. ايدرو ايضا بفلوس. DIA لا، هذا مجاني اصلا، يعني انت ممكن تحمله ويندوز لينكس ماك، بيشتغل على الكل.
اوكي عندك نسخه ماك نسخه لينكس نسخه ويندوز هذا مجاني ما يعني ما في احد انه يجي حاسبك انت ليه تستخدمه او بتعمل هذه الاشياء بدون دفع فلوس هذا مجاني ممكن تستخدمه انت في عندك ايضا البنسل بروجكت البنسل بروجكت فيها نسخه لينكس في دورا فيها نسخه ماك وفيها ايضا نسخه ماك شو اسمه الويندوز اوكي ممكن هذا ايضا تصنع فيها دايجرام وتصنع فيها جداول لاحظ حتى فيها أشياء كثيرة أيضا مجانية ممكن تجربها وفي عندك أيضا الكرياتلي هذا أنا أحبه جدا طبعا وأستخدمه دائما لكن هذا عيب الوحيد أنه يحتاج أنترنت يعني بدون أنترنت ما تستطيع أنه أنت تشتغل عليها البرامج اللي أنا ذكرتها الفيزيو وعندك الإيدرو وعندك الدي آي أي وعندك البنسل لا تحملها على الكمبيوتر وتشتغل بها اعتيادي لكن في برامج أيضا أونلاين أحب أذكرها اللي هي الكرياتلي هذا أيضا جميل جدا طبعا فيها أسعار وفيها مجاني أنا مشترك بالنسخة المجانية لك حق أنه تعمل مشروع فممكن لاحظ تعمل دايجرام لمشاريعك ما عندك أي مشكلة المهم عندك هذه الموقع ممكن أنت تجربها وممكن تحمل من عدد التطبيق طيب في عندنا أيضا مفروض أنه إحنا نحمل قلنا أنه إحنا حنعتمد على البوتستراب أوكي اللي هو بيشمل الجافا سكريبت وبسي اس اس و HTML5 ثلاثة في فريمورك واحد هذا يعتبر فريمورك بيشمل جافا سكريبت سي اس اس HTML حتى الفونتات ممكن أنه موجودة في داخلها الجميل أنه عندنا البوتستراب أربعة في الطريق إلينا الآن حاليا أنت عندك النسخة الحالية بالنسبة لهذا الفيديو هو 3.3.7 ممكن أعمل داونلود للبوتستراب هياخذني لمكان الداونلود في عندي السورس كود ممكن أطلع على السورس كود من إيش متكون ومن إيش مبني وفي عندي أيضا البوتستراب الكامل اللي هو الباينوري ممكن هذا أعمل عليها كليك أحمل البوتستراب مفروض بعد شوي أنه يعطيني التحميل أضف إلى ذلك ممكن أنه أنت ما تحملها اصلا ممكن انه انت تعتمد على السي دي ان السي دي ان الفكره من عنده انه انت مش تحمل البوتستراب مجرد تعمل هذا كوبي وبيست في موقعك وخلاص بيشتغل لكن عيبه انه لازم يكون انترنت موجود بدون انترنت البوتستراب مش هيشتغل على موقعك لكن اذا انت حملته عادي سواء كان اونلاين سواء كان اوفلاين سواء كان عندك انترنت او ما عندك انترنت عادي ممكن يشتغل عليها بدون اي مشاكل طيب خلونا نشوف طبعا اكيد تعرفون انا مهووس جدا مع القطط احب القطط جدا نفتح الزيب فايل نلاحظ انه بوتستراب بيتكون من css fonts javascript ناخذ هذه الملفات نعملها كوبي وناخذها لمسار مشروعنا عفوا مسار مشروعنا لاحظ في مسار الاستاتيك انا حعمل بيست لهذه الاشياء الثلاثه css fonts javascript اذا close tab هذا ايضا اغلقه انا ما احتاجه جميل جدا اذا هذا هو الستركتشر او هذا هو الهيكليه الموقع بهذا الشكل لو نجي على الويب سايت لاحظ او اذا نعملها بهذا الشكل لاحظ عندنا انكلود وعندنا public البوبليك يتفرع من عند الستاتيك الستاتيك يتفرع من عند هذه الملفات طبعا في السي اس اس فيها اشياء البوتستراب الفونت فيها اشياء الفونت الجافا سكريبت فيها اشياء جافا سكريبت العايده لل سي اس اس جميل جدا كل اللي نحتاجه احنا تمبلت بسيط تمبلت بسيط يكون وين يكون في داخل مشروعنا طبعا في البدايه احنا حنبدا بالادمن خلونا نشوف نرجع بهذا الشكل نحتاج انه مثلا في البوبليك نعمل مجموعه صفحات كرييت لاحظ html file اختار html file او ممكن تختار text file عادي جدا اذا انت ما كنت تستخدم اللينكس مثلا حاسبتك هي ويندوز اتصور ما عندها هذه الخاصيه انه تعمل html file خلينا نشوف التايم 8 دقائق اوكي html file او اي text file ممكن تعملها انت تسميها بالadmin.php فقط تجي هنا لاحظ عملك على شكل HTML file نجي نعمل له rename نمسح ال HTML لأنه هو هذا حيكون بال PHP نعمل right click نعمل أيضا واحد آخر هنا عندنا HTML file نسميها مثلا بال manage content إدارة المحتوى أوكي manage content rename مثلا ممكن .php enter حولت لي ال PHP file إذن هذه الأشياء فقط أنت تحتاجها حنوقف هنا نكمل درس القادم مع السلامة